شخص ذاهب إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يجوز لي أن أقول له أبلغ الرسول مني السلام؟ ما ورد مثل هذا الصنيع. صلوا علي فإن صلاتكم تصلني حيث كنتم. يعني إذا صليت على رسول الله هنا، صليت على الرسول هنا فإن الصلاة، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. يعني شيء لم أهده من أصحاب الرسول، لم أهده من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام أن بعضهم يوصي بعضا أن يقول سلم لي على الرسول. صل على رسول الله في أي مكان سلمك الله.